ما تشغلش بالك بالزيوت، مش جايز في امل، واللي هياخد الدار بكره نصعب عليكم يا شله بنتين. والله بالنسبه للديون احنا عندنا ديون فظيعه. مش حاسين بالمصيبه اللي احنا فيها ليه؟ في ديون وهتدفع مش عايزه مناقشه. اتفضل اللي هناك الوصايه اتفضل. بح اشمعنى من الكلام الكذب عليك وشبكت علينا يا ابوي؟ ها؟ والله ده كمان شيء غريب مش قادر افهمه. ده شيء في منتهى الخطوره. وان اللي انا عايزكم تعرفوه يا اولاد ان احنا مقبلين على ايام سودة. ايام سودة جاية سواد كاحل. ما احنا من يوم ما اتولدنا وايامنا كلها سودة يا ابوي. والله اللي جاي اسود من السواد. لان مش احنا بس. مش احنا بس، الحارة كلها متنيلة بستين نيلة زي ما احنا عارفين. انتوا مش واخدين بالكم من الموقف اللي انا فيه ولا ايه؟ انا اخواتي سابوني بيض طولي. ويا ما اتكلمت مع الاخوه نحط ايدينا في ايدين بعض مفيش فايده، متلبسين دماغهم بشكل غريب. شو منطق غريب. معقولة اني كلام في اني دنيا ده؟ معقولة مجموعة اخوات مش قادرين يقعدوا مع بعض النهارده؟ ومرة قعدنا قعد ده يقف ادخل ده يخرج معلش يعني. هذا كلام ما ينفعش. وان انتوا ناسيين موضوع الاخ التاني؟ مفيش داعي نتكلم علشان وين تكلموا عن الديون؟ انتوا كتير وما بتشتغلوش. طب اجيب لكم منين؟ ده كل واحد عشان مزاجه يظبط لي سبع طاره طلع الكيلو وشربه وعلمه. وعم تخلفونا ليه؟ يا ابني مش انا